الفوتو يعني. حسين أوسي مدير مخيم الجبل. طبعا انا مستلم هذا المخيم. المخيم بيتالف من 190 عائله. طبعا شوادر ما في، خيم ما في، سلات غذائي ما في. هذا وضع المخيم شوفت عينك، يعني وحل ومطر وبرد وصوبيات ما في، يعني ما في شيء طاول من سنه ونص لحد الان دخلتنا سله غذائي وحده. أغلبية هون الأهالي من النيل. يسار من كثرة الأمطار والوحل الموجود هون، وما في مننا واحد إلا عم بيشكي من نقص الإغاثات والمرض الموجود ضمن المخيم. وفي برد، بالنسبة للبرد يعني بنتمنى من الدولة تمدنا بصوبات، مدنا في شيء شيء يستفاد منه هالأطفال هاللاجئين الموجودين. عم تعيشوا هون مثلا؟ تمام؟ اللي سيء